السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. والله الحمد لله. شلون هديالي؟ والله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الأوضاع هم بيها مربكة شوية هالأيام. إي طبعاً إي. مظاهرات وسبب هاي الأوضاع تعرف التعبانة. صح. على مود الدولة. إي. يعني ماكو شيء بدياله. لا تبليط، لا خدمات، لا شيء. يعني الخدمات منتهية. ما منتهية منتهية منتهية. تعيينات كل من وجماعته. يعني رقابات ماك تعبانة من كل الأوضاع تعبانة. شو اشتغل حضرتك؟ أنا كاسب سايق. ايش عندك هنا بغداد جاي؟ والله جاي على دكتور. راجعت له بعد؟ اي راجعت الحمد لله. شلون الأطباء الازدحام؟ الأطباء هم يعني يكتبوا لك وصفة ما تنعرف إلا أبو الصيدلية الخاص بي. والأوضاع يعني تعبانة فدنا. شلون شفت بغداد؟ أحسن من ديالة لو ديالة أحسن؟ لا والله بغداد بيها حسرة. بيها حسرة طبعا. هالأوضاع دي تشوفها الشباب دي تستشهي بسبب هالدولة هاي التعبانة. ما استفادنا كلش من هالدولة. صار لهم 16 سنة كلش بس حكي بس حكي بس حكي. صارت 17 ورحم الله وديك 17 وننطيهم بعد 3 سنوات وما يسوون شيء. كله لا الأسوأ لا الأسوأ لا الأسوأ. إي ما احنا انتخبناكم، احنا جبناكم بنفسنا. اطلعوا هسه اطلعوا. الشعب انتخبكم يا الشعب، ما ريتكم لبقتوا نهبتوا كافي ما شبعتوا. والديك الله يسلمك.